اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في هذه الرساله الاعلاميه للحمله الوطنيه معنا نجمع السلاح. احنا اليوم متواجدين في فندق الرجنسي والذي يقام فيه الملتقى الاعلامي 12 برعايه كريمه من معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح. طبعا من خلال رسالتنا اليوم راح نلتقي بعدد من الوجوه الاعلاميه، فخلكم معنا. نشد على ايد وزارة الداخلية ونبارك لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد واركان وزارة الداخلية على جهدهم الحقيقة المتميز في تطبيق قانون جمع سلاح باسلوب حضاري وباسلوب اعلامي تحفيزي للمجتمع ليشارك في تحقيق الامن والاستقرار. السلاح العشوائي هو يعني ضرر شنيع على امن البلاد وعلى العباد، وبالتالي كلنا مع وزارة الداخلية وكلنا مع الحملة الوطنية لجمع سلاح لتحقيق أهدافها، لتبقى دائما إن شاء الله الكويت دار أمن وأمان تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حفظهم الله ورعاهم. شاكرا لكم، شكر موصول لزملائنا في الحملة على نجاحهم الكبير، موفقين إن شاء الله. شكرا لكم. لا شك أن الكويت بلد الخير، بلد المحبة، بلد الطيبة. ما أعتقد أنها تستحق أن يكون في سلاح، لأن هذا السلاح إحنا في عندنا أبو الإنسانية وأمير الإنسانية والشيخ صباح الله يطولنا في عمره، هذا هو اللي حامينا. فأعتقد أن هذا السلاح ليس له داعي أن يكون في متناول الأشخاص، لأن هذا السلاح مضرة وليس نفع وشيء طيب. فأنا أطلب من السادة المشاهدين، أخوكم خالد الحربان، وأقول أطلع بالتلفزيون وأقول في يوم مباراة العربي والقادسية جمع السلاح إن شاء الله يعطيهم العافية. خلونا نمد إيدنا لهم ونساعدهم ونعطيهم الفرصة يحافظون على هذه الأرض الطيبة، بلد الكويت، بلد الأمان.
عالمية أيدها، وأنا واحد ساهمت في هذه الحملة. وفعلا اليوم احنا نحتاج أن نجمع السلاح اللي ساعات يقع في أيادي شباب بعضهم يعني للأسف متهور، يمتلك الغضب ويقعد يثور وخلق الله. اليوم عروس ياما، عروس صار فيها حزن سبب الرمي هذا السلاح، ظاهرة ما هي طيبة، حتى في وجوده في البيت هم يخوف الأطفال. لا، أنا مع الحملة وفعلا مع العقوبات ومع أي إنسان يتساهل في مثل هالقوانين. أنا أقول حق وزارة الداخلية والحكومة لا تتساهلون في أشياء تجاوزوا عنها إن كانت في مصلحة المواطن، وشددوا العقوبة إذا ضار المواطن. هذا أنا رأيي. كونك كفنان، شلون تدعمون هذه الحملة من ناحية الفنية؟ نتكلم فيها في المسرح، يعني أنا أتكلم في المسرح، نتكلم في الإذاعة، حتى في تصويرنا لبعض الأعمال ندخل هذا بالموضوع. إحنا مو محتاجين أحد يقول لنا مثلاً قولوا يا جماعة، لا، إحنا لأن إحنا أرباب أسر وعندنا شباب وعندنا عوائل وعندنا أصدقاء وعندنا ناس تضرروا من السلاح، فهذا شيء من غير ما حد يقول لنا نتناول هالقضية بطريقة، حتى يمكن لو بجانب إفيه كوميدي نقوله، لكن إحنا نعول عليه والجمهور يصفق مؤيد لمثل هالحملة. نبي رسالة توجه لكل من يمتلك سلاح غير مرخص. حاجة ايش اقول له؟ رسالتي له هو يعني اذا كان ان يريد ان يكون امن ومرتاح، ولا يقعد يحاتي اولاده ولا طفل ولا اي انسان في البيت يستغل هذا السلاح استغلال خاطئ ويعاقب، يسلم سلاحه. يعني حتى اللي بعضهم يقول انا هدية، هم سلمه وخذ. اعتقد في تراخيص، في امور قانونية اتبعها وفك عمرك من هاللوية. عساكم على القوة على هذه الحملة. طبعا احنا لاحظنا وشفنا صدى هذه الحملة بشكل مكثف جدا. انا من منطلق كوني واحد من ابناء البلد وواحد من الاعلاميين في هذا البلد، ادعو كل من عنده سلاح يسلم سلاحه، لان في تسليم سلاحك هو امان لك ولاولادك ولاسرتك ومجتمعك وبلدك، وهذا ما يحث عليك دينك وواجبك تجاه بلدك. جمع السلاح وما شاء الله وايد منتشرة بكل مكان، وأتمنى إن شاء الله يكون الإقبال عليها يكون عالي جدا، تكون متساوي مع الزخم الإعلامي اللي قاعد يسوونه في الحملة هذه. وأتمنى من كل شخص عنده سلاح أيا كان نوعه، إذا سلاحك مو مرخص روح سلمه،
او انك حاول ترخصه اذا انت بحاجة له. اما اذا انت حاط السلاح عندك لمجرد زينة ولا لمجرد ممكن يطيح بايد غلط بايد ناس غلط، ممكن واحد من العيال ياخذه بشكل غلط وتصير مصيبة الله لا يقول، انتم في غنى عنها. فاتمنى من الجميع اللي عنده سلاح غير مرخص يبادر بتسليمه باسرع وقت مهما كان نوعه، وهالفترة ماكو مساءلة، لا صارت فيها مساءلة بعدين راح تحسفون، فنتمنى انكم تبادرون من الاول. مشاهدي الكرام، من الملتقى الإعلامي العربي إشادة ودعم وتأييد لهذه الحملة الوطنية، حملة مع النجمع السلاح. أيضا ناشدكم مشاهدين الكرام وكل من يملك سلاح غير مرخص بالسرعة لتسليم سلاحه في أقرب وقت قبل انتهاء المهلة المحددة واللي تنتهي في 22 من يونيو القادم. حتى ذلك الحين شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.